بعد كده انا مشيت رحت الزمالك، بعد كده بعدها على طول الكابتن حسام جه الزمالك يعني. بصراحه وقف جنبي بشكل كبير جدا وساعدني وانا لعبت تألقت من خلاله بشكل كبير جدا في الزمالك يعني. كابتن حسام كان بيغير من اسلوبك التكتيكي سواء كابتن حلمي او كابتن حسام؟ بشكل كبير جدا، بشكل كبير يعني. كابتن حلمي كان دايما واقف جنبي ودايما بيساعدني وباخد بنصحاته جدا، لان هو راجل خبير في الكوره ما شاء الله عليه يعني. وكابتن حلمي المدربين القليلين يا كابتن اللي يتقال عليهم زملكاوي بجد. زملكاوي؟ زملكاوي لا، زملكاوي صميم. لاحظ يا كابتن معظم الماتشات بتاع الزمالك لو هو ماسك فرقه ما بيقومش مع الدكه. قليل قوي. حصل معاكم وانتوا بتلعبوا الزمالك وانت كنت بتلعب مباريات ايام؟ حصل وبيحصل كتير. انا عارف كابتن حلمي شخصيته كمان. لما حتى لعيب بيجيب جون وبيحتفل بشكل كبير قوي يعني، يعني الراجل ما بيقومش اساسا، ما بيقومش مع الدكه احتراما للنادي طبعا، طبعا وزملكاويته يعني. وطبعا برضو ما انساش الكوتش فييرا طبعا، ابو ياسين فييرا. من الناس اللي وقفت جنبي، ومن السنه اللي اتألقت فيها وجبت خلالها 17 هدف في افريقيا وفي الدوري. يعني من السنه. قول لي كل واحد يعني، حلم طولان غير ايه في طريقه لعبك؟ حسام حسن غير ايه في طريقه لعبك؟ فييرا غير ايه في طريقه لعبك؟ هو كابتن حلمي وقف جنبي ان انا كنت لسه يعني لسه بادي، لسه بادي حياتي ولسه صغير في السن وكده، ان هو يعني ما حرقنيش يا كابتن ان هو بدا يبدأني مسؤول. لا كابتن حلمي حتى في عز ما انا بجيب اجوان كان بينزلني، ما كانش بيبدا بيا، ما بداش بيا غير لما الحمد لله بقيت يعني يديك الفرصه في الوقت المناسب. فوقف جنبي من خلالها وقال لي انت ما يعني، لما موضوع الزمالك فتح في شهر واحد قال لي ما تردش على حد وما تفتحش الكلام ده خالص، وخليك مركز في شغلك، وشغلك هو اللي هيوصلك لاي مكان. اختار لك التوقيت المناسب للانتقال. تمام يا كابتن. هو فعلا من خلاله وكنت انا مركز جدا في شغلي، والحمد لله ربنا وفقني السنه دي، كنت بنافس على هداف الدوري في اول سنه. حسام حسن؟ حسام حسن وقف جنبي، كنت اول سيزون بلعب مع مصطفى دي كاستال، لعبت حوالي 5 ماتشات في الاول، يمكن ما كانتش ماشيه عشان لسه اول سنه زمالك وكده. بعد كده جه طبعا الكوتش هنا اللي ميشيل بقى طبعا، ربنا الله يرحمه بقى. يعني ما شاركتش معاه بشكل كبير. جه بقى كابتن حسام بصراحه وقف جنبي من اول ماتش لعبته مع كابتن حسام، جبت هدفين من خلالها بقى الدنيا مشيت بدات. هل حسام حسن طلبك بالفعل للمصري من جديد ولا لا؟ طلبني من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كمان قبل ما ارجع للزمالك. وما رحتش ليه؟ ما انا لا كان كنت انا مضيت بقى مع بتروجيت كابتن، وكان الكابتن حسن كلمني برضه. طبعا انا اعتذرت للكابتن حسام وقلت له انا مضيت مع بتروجيت وكده، فما كانش ينفع يعني. انا بحترم تعاقدي جدا، بس يعني المره الوحيده اللي ما احترمتش يعني فيها التعاقد موضوع سموحه، لان كان طبعا نادي الزمالك. طيب خليني برضو اكمل معاك في دي وارجع تاني للمدربين. فييرا عمل معاك ايه؟ دوره كان معاك ايه؟ فييرا وقف جنبي ووقف جنب اللعيبه كلها بصراحه. فييرا كلكم بتحبوا فييرا؟ الراجل ما كانش اللي بره واللي جوه كان بيحب الراجل ده جدا فعلا. وكنا ناجحين معاه بشكل كبير جدا، وكنا بنقدم كوره كويسه جدا يا كابتن في الدوري المجموعتين. الفرقه كانت ما شاء الله عليها وباقل مجهود. الراجل ده كان بيروح لما مؤاخذه البنك يقبض مرتبه ما كانش بيلاقيه والله، ولا ما كانش بيتكلم يعني. كان ساعتها الزمالك بيمر بازمه كبيره جدا، واللعيبه برضه بتمر بازمه كبيره في موضوع الماديات وكده. ولذلك كان الراجل لاممنا وبنلعب كوره كويسه ومتصدرين المجموعه بتاعتنا، فكنا ماشيين بشكل كويس جدا معاه، واللعيبه كلها كانت بتحبه اللي بره واللي جوه، فده اللي كان منجح الفرقه يعني. ده فييرا. طيب المدربين اللي ضايقوك او اللي انت